بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، إنني أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل وطاعته، والتمسك بسنة حبيبه صلى الله عليه وسلم. أمة الإسلام والقرآن أخبر سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. والقرآن عباد الله أعظم القربات إلى الله سبحانه. القرآن من مفاتيح الفرج لترويح القلوب وتفريج الكروب. القرآن عباد الله مليء بالأسرار العجيبة والخواص الربانية. ولا غرو، فهو كتاب الله، فهو كلام الله جل جلاله، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. والقرآن
لا تنقضي عجائبه، حيث أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته بقوله: إن هذا القرآن مأدوبة الله في الأرض فتعلموا من مأدوبته ما استطعتم، إن هذا القرآن حبل الله المتين وهو النور المبين والشفاء النافع وعصمة من تمسك به والنجاة من اتبعه. أخرجه الحاكم والدارمي رحمه الله. أمة الرسول، اعلموا أن هذا القرآن نعمة عظيمة لا فقر معه ولا غنى دونه. القرآن فيه آيات الغنى، أعني سورة الواقعة. القرآن فيه آيات اليسر لمن أراد أن يعطى اليسر وهو سورة ياسين. والقرآن فيه آيات المغفرة والنجاة من النار والنجاة من عذاب القبر والنار وهو سورة الملك. القرآن فيه آيات الإجابة: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. القرآن عباد الله فيه آيات العصمة من الدجال وهو سورة الكهف، وهو سورة الكهف نقرأها كل يوم الجمعة. القرآن فيه آيات الشفاء. القرآن كذا وكذا عباد الله، والله ولي التوفيق، حيث أرشد إلى ذلك النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أمته بقوله: عليكم بالشفاءين، عليكم بالشفاءين، القرآن والعسل. أما القرآن عباد الله غذاء، غذاء روحاني، غذاء سماوي، والقرآن غذاء والعسل غذاء جسماني والأرضي. نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، ينادينا الله سبحانه وتعالى بقوله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تعالى مخبرا وامرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وعلماء أمته. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم ارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان وحين. اللهم انصر عبادك المظلومين المستضعفين في أرض فلسطين يا رب المستضعفين ويا أرحم الراحمين.
اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين المفسدين، اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بالشر والسوء فاجعل شرهم وسوءهم عليهم يا ذا العرش المجيد إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظ الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى، اللهم زدها تعظيما وتكريما وتشريفا، اللهم وفق لخدامها لما تحب وترضى ولما فيه من صلاح المجتمع الإسلامي. اللهم اشفنا واشف مرضانا واشف مرضى المسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأزواجنا ولأولادنا ولأصدقائنا ولعزتنا ولمن أوصانا بالدعاء ولمن له حق ومن وإحسان علينا. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. والله يعلم ما تصنعون. أقيموا صفوفكم.